اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. كيفاش نوجهو راسنا ونعرفو المجال اللي كنبغيو؟ نجاوب على هذا السؤال اللي جاني في كومنتير مور هذا الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاعات في الفروض وفي الجهوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. ما يمكنش تعرف شنو كتبغي الا ما جربتيش بزاف ديال المجالات او لا بزاف ديال المواد او لا بزاف ديال الاشياء كما كانوا في اي مجال. خويا او اختي مول الكومنتير، نعطيك واحد الاسقاط باش تفهمني مزيان. واش تقدر تقول هاد الفيلم كيعجبني الا ما تفرجتيش فيه او لا جربتي بزاف الافلام وطحتي في واحد الفيلم وفي الاخر عجبك؟ ما يمكنش تقول هاد المادة او هاد التوجه كيعجبني الا ما جربتيش فيه واحد المواد او لا واحد الوقيت دوزتيه فيه. باش تعرف المجال اللي يليق مع التفكير ديالك، واش تقني واش ايكونومي واش علمي واش ادبي، خاص تجربهم كاملين وتجربهم بواحد الطريقة اللي تاخد فيها الوقت. اللي بانت لك فيهم كتقدر تدوز فيها واحد الوقت كتير وانت فرحان وانت مرتاح او لا مرتاح بالاخص، فهذيك هي الحاجة اللي تكمل فيها، هذيك هي الحاجة اللي تعرف باللي راه غادي تعطي فيها اكتر. جرب كل شيء، عاد اختار الوجهة اللي غادي تمشي فيها في المستقبل، وجرب غير في الدار، ماشي بالضرورة تمشي تقرا في شي مدرسة او لا، جرب غير في الدار، شوف شنو الحاجة اللي تتماشى مع المخ ديالك. هذه هي الكلمة ديالي في هذا الموضوع. شكرا على الكومنتير، واللي بغى يحكي كومنتير مرحبا به، ولا بغى يسولني في الانستغرام دخلوا تابعوني في الانستغرام، فولووني، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء.